صباح الخير. من الحاجات اللي بحبها جدا في مصر مواسم الموالد. حضرت اكتر من مولد، كل واحد عنده شخصية مميزة للغاية للناس اللي بتحب الموالد في مصر. فمثلا مولد السيدة زينب غير مولد سيدنا الحسين غير مولد عبد الرحيم الجناوي في قنا، وهكذا وهكذا وهكذا. في كلمتين بحبهم قوي وبحس انهم بيجلبوا القوة والعزم والصبر في الشدايد. الكلمة الأولانية شلاه. شلاه هي طريقة وكأنه الناس بتوسط صاحب المقام بأنه يديها حاجة لله، شيء لله، شيء لله، شلاه. فتسمعوا كتير قوي الناس بتقول شلاه يا سيد يا بدوي، شلاه يا ستنا زينب، الطاهرة رئيسة الديوان. ودي برضو حاجة من الحاجات اللي أنا بحبها جدا. أنا بحب سيدة زينب، وفي مساجد ليها طاقة وروح مميزة جدا، زي مسجد السلطان حسن، زي الإمام الشافعي، زي سيدة زينب، سيدة نفيسة. المهم إن كلمة شلاه عادة بتقترن بكلمة مدد. الناس لما بتحضر حلقات الذكر وتعمل حضرة كتير قوي تلاقيها بتقول مدد، بتستمد القوة من الأولياء، من أصحاب المقام. وأظن إنه ده بيشد العزم، بيقوي. فمدد، صباح الفل.